السلام عليكم، واش راكم لاباس بخير؟ توجور مع الجريت وول انسان في في تي. عندنا اليوم في الوليد السيد هذا راه يشتكي من الحس هذا يزيد كل ما طاكسي ديالي يزيد. واحد يقول له بومبا هو، واحد مش عارف شي يقول له. نعطيك زوج تاع الاحتمالات فيهم الحل. عندك الحس راه في لابواط راهي ناقصه زيت راه ترحي، باسكو لابواط واعره كي تنقص الزيت تاعها كون تنقص نص يطرو ولا يطرو تقعد ترحي. او عندك الحس في لابواط يا الزيت تاعها نقص، او كومبريسور اسيستي كي ينقص الزيت تاعه تاني يقعد يزف كيما هاك، باسكو يقعد يرحي في البيت، هو يدور في الزيت يقعد يرحي في البيت وهكا غادي ينحرق داك كومبريسور اسيستي. معنتها هنا واش دير؟ تروح لافاج تفيري في لابوات، لقيت لابوات ناقصة تزيد لابوات، تشوف راح الحس تبارك الله ما راحش، تتجه للكمبريسور اسيستي تفيري فيه، تحل البوشون تاع قرعة تشوف لقيت الزيت ناقص زيدها نوض راح تسكت. هذا هو بسكو لا بومبا ما ديرش الحس كيما هاك. هذا فيما يخص الفيديو تاعنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله، ونتلاقاو في فيديوهات اخرين ان شاء الله.